يصادف يوم غد 28 من نوفمبر وهي ذكرى إعلان الجمهورية من قبل الاستعمار الفرنسي البغيض عام 1958. هذه الذكرى عبر بعض المواطنين عن طباعتهم عما يمثله هذا اليوم. الآراء أجراها الزميل محمد السري غلام. 28 نوفمبر قام بعض من المسيحيين والمسلمين بأداء صلاة العافية. 28 نوفمبر يوم إعلان الجمهورية تشاد. بمناسبة هذا اليوم يوم 28 نوفمبر تم إعلان تشاد بكونه دولة. 28 نوفمبر دار بليانا دار أنتو تشاد بريا وورا أبرة ديزا يا إندبندا مرة. 28 نوفمبر إلى ترمي إعلان جمهورية تشاد كدولة مطر بها من المنظمة الأمم المتحدة. فهذا التاريخ يعني جسد في كل سنين وقلب كل تشادي باعتراف العالم بتشاد كدولة مستقلة لها سيادتها ولها جميع الحقوق التي تتمتع بها الدول في العالم. بسم الله. بخصوص تاريخ 28 نوفمبر 1958 يعني نهني جميع التشاديين والتشاديات بهذا التاريخ الذي اعتبرنا كدولة مستقلة. هذا التاريخ 28 نوفمبر 1958 يذكرني بإعلان جمهورية تشاد